السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دايما بنقدم لكم الجديد، دايما بنكلمكم في الجديد. قبل ما نتكلم على الفيديو الجميل ده، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده لمية ألف لايك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم. إن شاء الله دايما كل يوم تنتظرونا في لايف جديد مع سبورتنج بالمعادي. بشكركم، يلا بينا على الفيديو. اخر اخبار النادي الاهلي اللي هنقول لحضراتكم عليها لحظة بلحظة. اكد الدكتور احمد ابو عبلة طبيب النادي الاهلي ان يعلن حالة محمد مجدي قفشة ويطمن جمهور مصر كله عن حالة محمد مجدي قفشة. والدكتور احمد ابو عبلة اكد العلاج الطبيعي وزيادة فرصة الحاق قبل مواجهة الترجي التونسي. النادي الاهلي يستعيد بكل قوته قبل لقاء الترجي التونسي يوم 19/6 الجاري، وعودة من تونس بنتيجة ايجابية من ارض تونس الشقيقة. عودة حمدي فتحي نجم وسط الميدان ونجم الفريق الاول للنادي الاهلي الى وسط الملعب ليعطيه قوة كبيرة للفريق في وسط الملعب. وليد سليمان اضافة كبيرة بعد شفائه وعنصر خبرة كبيرة ويحتاجه الفريق في المباراتين اللي الذهاب والعودة. طبعا وليد سليمان النادي الاهلي بيحتاجه في كل وقت، وطبعا دي اضافة قوية. وليد سليمان بعد عودته من الاصابة اذا كان هو ولا حمدي فتحي طبعا بيدوا قوة للنادي الاهلي. مع تألق طاهر محمد طاهر واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر مع المنتخب الأولمبي، وبعض ارتياح كبير داخل الفريق مع الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي. أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي إن إصابة التعرض لها محمود متولي نجم وسط النادي الأهلي في مباراة مصر للتأمين الودية الذي اشتكى بشد في العضلة الخلفية، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة إنها في إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل إني يريح محمود متولي أسبوعين بعيد عن التمرين الجماعي. وطبعا بنتمنى كل التوفيق للعيبة النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي، وإن شاء الله يكون اللعيبة كلها جاهزة أو اللعيبة كلها قلبها مع قلب بعض، ويقدروا يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله. دي اخر اخبار النادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي. طبعا تنتظرونا على طول في لايف جديد مع سبورتنج بالمعادي، مع لايف جديد مع كل يوم اخبار جديدة. بشكركم على حسن تعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.